ده فيلم الدراما والتشويق لسنة 2018. لكن قبل ما نبدأ ولو لسه جديد في القناة ما تنساش انك تفعل جرس الاشعارات عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا. بيبدأ الفيلم بامرأة شابة كانت مجروحة وبتحاول انها تستعيد وعيها ببطء، وكان باين كده انها في غرفة بيضة بالكامل. في اللحظة بقى اللي كانت بتفتح فيها عينيها تبدأ تخاف وتحاول انها تقوم من مكانها، بس للأسف كانت غير قادرة انها تعمل كده. واضح كده ان ساقها كانت مصابة وكانت مغطاة بالكامل بالشاش كأنها حد كان بيعالجها. فبتحاول تعرف ايه اللي حواليها، لكن تسمع فجأة صوت شخص ويعرفها انها كانت نايمة ويقدم لها نفسه على انه توماس وده اللي خطفها. مش بس كده، ده يعرفها انه خطفها عشان يخليها اسيرة عنده لحد ما تقع في حبه، ويعرفها ان اسمها روبي ويقول لها على تفاصيل كتيرة من شخصيتها وحياتها كانت عاملة ازاي، يعني هي كانت عايشة فين والمكان اللي كانت بتدرس فيه. ده كمان عرفها انها كانت بتخاف من الظلام. واضح كده ان روبي ما كانتش فاكرة اي حاجة من اللي بيقولها ولا حتى حياتها اللي كانت بتعيشها قبل ما تتخطف، وتبكي وتسأل توماس هو عمل فيها ايه، وتشاور على الجروح اللي في ركبتها. ويعرفها توماس انه قطع الاربطه بتاعتها وامرها انها تمتنع عن الحركه لو كانت عاوزه انها تمشي مره تانية. لكن الغريب انه يعرفها انه ما قربش من اي حاجه من المتعلقات الشخصيه بتاعتها اللي كانت شايلها قبل كده، وانها موجوده على الكرسي اللي جنبها، ونلاحظ ان موجود جنبها وجبه صغيره وكوب بيحتوي على حبايتين. ويعرفها ان الحبوب ديت واحده منها عباره عن حبايه لمنع الحمل والتانيه مسكن للالام. لكن يبدا يقول لها عن حياتهم هتبقى ازاي مع بعض، وانه هيقدم لها الطعام كل يوم. مش بس كده، ده هيساعدها كمان انها تغتسل وتروح للحمام معاه، وان يومهم هيبدا في الساعه 7 صباحا وهينتهي الساعه 11 مساء. وعشان كده ان الهروب بالنسبه لها هيبقى عمليه مستحيله، لان البيت كمان كان بعيد عن اي بيت تاني باميال. لكن قبل ما ينتهي تساله لو كان اعتدى عليها ولا لا، لكن الغريب انه ما ردش عليها ويسيبها ويمشي. وبعدها تلاحظ ان في صور حواليها وموجود عليه نقش باسم روبي اكس. في اليوم التالي كانت روبي موجودة في نفس المكان اللي كانت فيه بالأمس، والغريب ان الطبق اللي كان جنبها كان فارغ وكأنها اكلت من الأكل ده، بس لاحظت انها ما قربتش للحبوب اللي موجودة. ويدخل توماس عشان يفحصها مرة تانية ويصاب بخيبة أمل انها ما قربتش للحبوب اللي كان سايبها، فيأمرها انها تاخد الدواء لأن الألم هيزداد عليها. لكن للأسف روبي برضه تتجاهله، وقبل ما يخرج من الأوضة تسأله مرة تانية هو ليه بيعمل معاها كده، فما يردش عليها برضه ويخرج من الغرفة والدنيا كلها بقت سواد. وبعدها نلاحظ صرخة روبي انها يأسة من حياتها ومش عارفه تعمل ايه، ويروح لها بعد كده. لكن المره دي بدل ما كانت الغرفه مظلمه يظهر ضوء احمر غامق، وده دليل ان الوقت خلاص قرب، ويحاول يعتني بيها ويحطها في وضع زي الجنين على الارض ويخرج من الغرفه مره ثانيه. لكن تاني يوم كالعاده يدخل عليها ويجيب لها فطارها برضه، ويلاحظ انها لسه نايمه، لكن تفوق مره واحده اول ما سمعته بيضرب على الحيطه ويسيبها ويغادر مره ثانيه. وتتحول نظرتها من نظره شخص نايم لنظره جاده، وتروح بسرعه ناحيه شنطتها اللي كانت موجوده على الجانب الثاني من الغرفه، وتحاول تفتحها وتدور على اي حاجه جواها، وتبص لمرايتها وهي في حيره، وتلاحظ ظل داخل عليها من نافذه صغيره. فترجع المتعلقات بتاعتها مره تانيه بسرعه، لكن الكيس البلاستيك الصغير اتدحرج بعيد عنها بسرعه وترجع لمكانها مره تانيه، وتحاول تخفي بسرعه اللي طلعته في جيبها قبل ما توماس يدخل عليها مره تانيه. لكن اول ما دخل يحط لها اكلها جنبها ويحاول يفحص وجهها ويلاحظ انها بتتالم، لكن يلومها انها رافضه لسه تاخد العلاج، ويحط ايده في جيبه ويطلع حبوب منع الحمل مره تانيه ويامرها انها تتناول جرعه اعلى. وبعد كده بنلاحظ السيده كانت بتطفو على وش الميه الداكنه، واتضح بعد كده ان ده كان جزء من حلم روبي. وتقوم من نومها حزينه وتحاول انها تقف مره تانيه، لكن للاسف برضه حست بالم شديد. والغريب ان توماس كان موجود ساعتها في الغرفه وكان قاعد على كرسي بالقرب منها، لكن المره دي طلبت منه انه يعرفها اي حاجه عنه وايه هو اللي عمله فيها قبل كده. لكن يقول لها نفس الشيء اللي قاله لها قبل كده، وان اسمه توماس وانه ناوي يخليها اسيره عنده لحد ما تقع في حبه، ويكرر نفس المعلومات اللي يعرفها عنها. وهي تساله تاني عامل ايه في رجليها، لكن يوضح لها انه كان لازم يعمل كده عشان يمنعها انها تهرب منه، وان رجليها هتتحسن مع مرور الوقت ومش عليها بس غير انها تاخد علاجها. مش بس كده، ده بيعرفها كمان انه ما عندوش اي نيه من فكره انه هو بيديها حبوب منع الحمل. واليوم يعدي تاني وهي تستنى لحد ما يخرج من الغرفه، واول ما يرجع تساله مره تانيه لو كان اعتدى عليها ولا لا، فيغضب ويرمي الحقيبه بتاعتها بعيد ويخرج برضه من الغرفه. لكن في يوم وهي لوحدها تحاول انها تفحص الكره اللي خبيتها في جيبها قبل كده، وتبص بشده ناحيه الصور اللي محوطها، ويعدي اليوم ويحاول يدخل لها تاني ويحاول يهدي منها وياخدها ويحميها بعد كده. لكن في يوم اول ما الليل جه تلاحظ روبي ان في جروح حوالين مؤخره راسها، فتروح للحقيبه بتاعتها
حياتها مرة تانية وتحاول تخرج المراية منها، لكن للأسف ما كانتش قادرة انها تشوف كل الإصابات بتاعتها. فبتقفل المراية لقطع صغيرة وتقرب من جرحها، لكن قبل ما تعمل اي حاجة تلاحظ ان توماس كان بيتجسس عليها ساعتها. فتخبي القشرة الزجاجية بسرعة تحت الشاش بتاع ركبتها وتحاول ترجع لمكانها مرة تانية، وهو يدخل عليها ويخدرها. واول ما الليل جه يشغل لها مقطع صوتي كان بيهدف ساعتها انه يحاول يحركها ويخليها تهرب من مكانها، ويدخل وينظف الغرفة وينتهي بالنوم على الكرسي اللي جنبها. واول ما امن نومه يوقف الصوت المحبط ويحاول يقعدها ويسيبها ويمشي، وتتعاد الايام تاني ويقرب منها اكتر، وهي تقضي معظم لياليها في لعب الكرة اللي كانت معاها. لكن في يوم كانت بتعمل فوضى في المكان، وعلى الرغم من كده ده ما اثرش في توماس باي حاجة. واول ما دخل عليها تستأذنه وتقول له اذا كان ينفع انها تسأله سؤال ولا لا، لكن الغريب انه يعرفها اذا كانت عايزة منه حاجة ولا لا، وايه اللي ممكن يساعدها بيه. فتعرفوا انها بدأت تحس بتحسن، لكن الواضح برضو انها كانت بتضحك عليه وان صحتها لسه ما تحسنتش. وبعد كده بنلاحظ روبي كانت على مرتبة وكان جنبها مخدة، فيدخل توماس ويديها كتاب ويعرفها انها قريته قبل كده، فتبدأ تحس بالارتباك وان الكتاب ده هو الشيء الوحيد اللي فاكراه من حياتها اللي فاتت قبل ما تفقد الذاكرة. فيعرض عليها انه يساعدها عشان تستعيد ذاكرتها ووعيها مرة تانية، وهي تشكره ويرجع لها بالاكل بعد كده، ويسألها لو كانت عايزة تقول له اي حاجة. الغريب انها طلبت منه انه يجيب لها قميص احمر وهو يحاول يجيبه لها بسرعة، ويقدم لها الشاي وهي تبتسم ويعرفها ان دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتشربها. هتسأله هو ازاي عارف كل المعلومات دي عنها، فيحاول يجاوبها وانه كان بيراقبها بقاله فترة طويلة. لكن في نفس اليوم يلاحظها وهي بتحاول تفحص الكتاب بتاعها، وهي تلاقي صفحة مليانة حروف ما كانش ليها اي معنى. لكن اول ما طلعت قطعة المراية اللي كانت مخبياها تبدأ تكتشف ان الحروف دي مكتوب فيها انها مفروض عليها انها ما تثقش في المرآة. وبعد ثواني يدخل الغرفة بسرعة، واضح كده ان هو كان عاوز يتناول معاها العشاء، ويسألها عن الكتاب وتعرفوا انها قريته كله. فيبتسم ويحاول يمسك ايديها، لكن هي تبعدها عنه بسرعة. فيسألها ايه المشكلة في كده وليه هي مترددة من انها تقرب منه. فتسأله عن عدد الاشخاص اللي قبل كده اللي هو حاول يقصرهم ويعمل معاهم نفس الكلام، فينكر انه عمل حاجة مع اي حد قبل كده. وهي تتهمه برضه وانه بيحاول يعتدي على البنات اللي زيها، فيتعصب ويخبط بايده على الترابيزة وينكر مرة تانية انه عمل حاجة زي كده. وهي تترجى انه ما يعملش حاجة فيها، فيسيبها ويمشي ويغادر الغرفة. لكن تاني يوم يعرفها ان رجليها بدأت تخف، بس هي محتاجة وقت بس، ويغادر ويسيبها وهي تحاول تفك الشاش اللي موجود عليها وتحاول تفحص الإصابة. فتكتشف ان ما كانش فيه اي جرح على رجليها، وتقوم وتحاول تقف وتروح ناحية الباب. واول ما مسكت مقبض الباب تفتكر ذكرى لراجل تاني كان موجود قدام باب شقتها، فتتوتر وترجع مرة تانية لسريرها وتشوف الرسالة الغامضة اللي كانت موجودة في الكتاب، وغصب عنها بالحبر تبوظ اللي كانت بتكتبه في الرسالة. لكن اول ما شمت ريحة الحبر اللي بوظ الرسالة فتجيلها ذكرى جديدة، وتحاول تخفي المرة ديت حاجة في الغرفة وتشيل الطوب من الأوضة وتكتشف حاجات عن الرسالة الغامضة. ويدخل بعد كده ويحاول ياكل معاها، لكن المرة ديت تطلب منه انه يقيد شمعة عشان يعمل لهم جو رومانسي. واول ما جابها وقادها فيطلب منها انهم يبدأوا حياتهم مع بعض من جديد، وتعرفوا الحلم المتكرر اللي كان كل شوية بتحلم بيه، وانها بتلاحظ انها دايما كانت غرقانة في مية. واول ما دخلت في تفاصيل الحلم فتعرف توماس ان احلامها بتنتهي اول ما ايد بتظهر وتحاول تنقذها، فيمسك ايديها مرة تانية وهي تبين له انها عاوزة تنام، وتحط ايديها ناحية صدرها، وبعدها تستخدم كتابها وتحاول تمرن رجليها وتتدرب ازاي هتستخدم المراية ديت كسلاح. وساعة لما كان توماس بيحاول انه يساعدها على المشي كانت بتتظاهر ان رجليها ما كانتش كويسة، ونلاحظ بعد كده انها كتبت في الكتاب بتاعها كلمة العب على طول. وفي صباح اليوم التالي اول ما فاقت تروح ناحية سريرها بسرعة لمجرد بس انها سمعت ان توماس بيقرب من الغرفة عشان ما يشكش فيها، وتبين له انها بتقرا لسه في الكتاب، وهو برضه يعرض عليها انه يساعدها عشان رجليها ترجع تخف، ويرجع ويحاول يعلمها المشي، وهي برضه تقنعه ان رجليها لسه مش قادرة تقف عليها. فيوعدها بعد كده انها لو اتحسنت هياخدها ويتناولوا العشاء مع بعض في الدور اللي فوق، ويقدم لها وجبة بعد كده مميزة، وهي اول ما تبدا تاكل تجيلها ذكرى تانية وانهم كانوا بره مع بعض وبيتعشوا في مطعم، وكأنهم كانوا في ميعاد غرامي، ويطلب منها انها تقفل عينيها ويقدم لها هدية ويبوسها على جبهتها. لكن في مرة وهي بتغسل سنانها تلاحظ الرسمتين اللي كانوا موجودين على الجدار اللي توماس حطهم لها قبل كده، وتلاحظ كلمة REW مكتوبة على احد زوايا الرسمة. وتاني يوم تلاحظ شخص موجود على قارب وهي بتبص من النافذة الصغيرة اللي موجودة في الغرفة، وبعدها تحاول تتكلم مع توماس عن الكتاب بتاعها، وهو يعرفها انها ما كانتش بتنفصل عنه خالص، ويتكلم معاها والمكان بقى كله رسومات، وتحاول تقرب من الباب معاه، لكن قبل ما تفتحه تقول له ان الجو بارد وهي محتاجة حاجة تغطيها. وتعرفه بعد كده انها مش عارفة تنام، وهو ياخدها للسرير ويحاول يغطيها ببطانية، فتجيلها ذكرى تانية، وكأنها هي وتوماس في علاقة حميمة مع بعض. واليوم التالي يحاول يرقص معاها فيجيلها ذكرى تانية، وانهم
كانوا في حفلة وهو بيصرح لها بحبه ليها، وهي تحاول تقنعه انهم كانوا مع بعض قبل كده، لكن برضه مستمر انه يتجاهل اي حاجة من اللي هي بتقولها. الغريب بقى انها بدأت تتقرب منه اكتر بسبب اسلوبه، لكن قبل ما يعملوا اي علاقة حميمة مع بعض تنهار فجأة وتبكي وتسأله هم وصلوا كده ازاي، فيحاول يشرح لها اي حاجة، لكن هي تجيلها ذكرى فجأة وانها كانت مستنياه في كافيه. مش بس كده، ده تبدأ تفتكر ان كان معاها شخص تاني واللي كان بيحاول يتقرب منها، وللأسف توماس ما قدرش انه يوصل لها لانه فاتوا القطر ورجعت روبي لشقتها مع الشخص التاني، وهو يبعت لها رسالة ويعتذر لها ويترجاها انه يشوفها في اقرب وقت. في نفس الوقت كان الشخص التاني بيحاول انه يقرب من روبي وهي بترفض، فيتعصب عليها ويضربها ويفقدها الوعي ويحاول يهاجمها بأي وحشية، لكن اول ما وصل توماس لمنزلها يلاحظ ده ويقتل الشخص التاني بسرعة ويشيل روبي ناحية العربية بتاعته وياخدها بعيد لبيته. واول ما رجعت لوعيها كان من الواضح انها فقدت الذاكره بتاعتها بسبب الحادث اللي حصل لها قبل كده، وتوافق بعد كده انها تخلي توماس يحاول يساعدها انها تستعيد الذاكره بتاعتها، لكن بعدها تقطع علاقتها بيه وتشكره انه ساعدها. فيقرر ياخدها بعد كده المزرعه مهجوره ويحجزها في الاوضه اللي كانت شبه السجن، ويعمل حاجات بعد كده عشان ترجع الذاكره بتاعتها اكتر واكتر، وانه كان بيعمل كل ده عشان مصلحتها، وانه السيناريو ان كان في اربطه مقطوعه في رجليها عشان يخليها تفتكر اللحظه اللي كان الشخص كان بيحاول يعتدي عليها فيها، فتبكي وتتأثر ويتقرب الاتنين من بعض اكتر. لكن للأسف اول ما ناموا تقوم قبله وتاخد قطعة من المرآة المكسورة وتحاول تطعنه بيها وتزحف وتحاول تخرج ناحية الباب، ويحاول توماس انه يمنعها لكن قدرت في النهاية انها تخرج وتهرب. وقبل ما توصل للقارب اللي كانت هتهرب فيه يغمن عليها، واول ما فاقت تلاقي نفسها في مستشفى ويحاول الطبيب انه يأكد لها انها تكون كويسة. مش بس كده، ده قال لها انها برضه ممكن تحس بفقدان الذاكرة بسبب الإصابة بتاعتها. والغريب ان الطبيب ده برضه هو كان توماس اللي دبر سيناريو تاني على امل انه يكسب الثقه بتاعتها ويرجع لها ذاكرتها، بمعنى انها شكه ان توماس اللي عمل معاها كل ده، لكن الحقيقه ان الشخص الحقيقي اللي اعتدى عليها هو السبب اللي كان ورا ده كله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول، ونشوفكم في فيلم جديد.